لسه الفنان أحمد سعد مقيم جوه مستشفى خاصة في القاهرة بعد ما عمل عملية زراعة عظم في الفك العلوي بعد ما تعرض لأزمة صحية كبيرة بسببها، والسبب في ده إن عظم فكه اتاكل، والموضوع ده سبب له مخاطر كبيرة على حياته. طبعا ناس كتير ربطت بين الوضع الحالي لأحمد وبين عملية التجميل اللي عملها من كام سنة، وده اللي كان كشفه بنفسه في لقاء سابق لي، وقال انه عمل عملية تجميل علشان يزود مساحة الفك، لما قال كان عندي مشكلة في الفك في جنب منه مش نفس مساحة الجنب التاني، وان الدكتور اقترح عليه ان هو يملى جنب علشان يبقوا الاثنين نفس الحجم، وبالفعل عمل عملية علشان يكونوا الاثنين نفس الحجم. أحمد سعد لسه ما قالش إيه اللي حصل له ولا إيه سببه، وكل دي تكهنات وربط ما بين العملية اللي عملها وعملية التجميل السابقة. أحمد لسه قدامه وقت طويل عشان يرجع للإعلام، وساعتها أكيد هيكلم عن اللي حصل له. أحمد مش أول واحد يعاني من مشاكل بسبب عمليات التجميل إن صح الخبر. القائمة كبيرة وكتيرة ومرعبة، في نجوم اتعرضوا لمخاطر كبيرة وأزمات صحية وتشوهات وصلت فيها حياة بعض المشاهير للنهاية لما ماتوا على إيد دكتور التجميل جوه أوضة العمليات. دينا حيك على سبيل المثال في 2007 عملية تجميل في أنفها في لبنان عند دكتور شهير، رفضت إنها تقول اسمه لوسائل الإعلام. في البداية كانت كل حاجة زي الفل، لكن بعدها ظهرت الكارثة. اعترفت إن بسبب إهمال الدكتور جالها بكتيريا خطيرة في العملية كانت هتموت بسببها، وقالت عن العملية عانيت لمدة سنة ونص من ألم شديد في أنفي، وكانت الجرثومة هتقتلني لأن المنطقة اللي اتصبت فيها قريبة من المخ، وتسببت العملية كمان في التواء الأنف، واضطريت إن أنا أعمل العملية 3 مرات لأنها ما نجحتش من أول مرة. الفنانة السورية المصري دائت مرار فشل عمليات التجميل، قالت في لقاء قديم في البداية عملت فيلر وكانت الأمور تمام، ولكن بدأت المشاكل بعد فترة، ما كنتش أعرف إنها مادة دائمة وتعرضت لحملة كبيرة من التنمر على الإنترنت، وما قدرتش إنها تمسك دموعها وهي بتقول إنها بتفكر في الاعتزال بسبب الانتقادات القاسية اللي تعرضت لها بعد فشل عملية التجميل. وقالت بكيت كتير وكنت بقول غريبة إزاي الناس مش بتحس بالواحد وبيتكلموا عن شيء شخصي ما لهمش دعوة بيه. كنت بتقهر إن ليا تاريخ كبير في الفن، بس برجع وأقول إن أكيد الناس دي ناس مريضة ما بيحبوش نفسهم. وأكدت وقتها على ندمها الشديد على إنها عملت عمليات تجميل، وقالت إنها هتكون أجمل لو ما عملتش العمليات دي وإنها ما كانتش محتاجة لها، بس الواحد ساعات بيحب يمشي مع التيار. ولكن الظاهر إن مها تراجعت في الفترة الأخيرة عن موقفها من عمليات التجميل وعن أسباب تشوه وشها، لأنها طلت في لقاء تلفزيوني جديد وقالت والله ما عمليات التجميل اللي بوظت وشي، أنا بس كنت عايزة أشيل فيلر قديم من وشي وأنا بشيله حصل خطأ طبي وحصل التشوه. الفنانة ميسرة كمان عانت من عمليات التجميل الفاشلة، مش عملية واحدة، دول 2، واحدة في الوش والتانية في الأنف، وأكيد الاثنين ندمت عليهم. قالت إن عمليات التجميل بدأت بالصدفة بعد ما خلصت تصوير مسلسل عباس الأبيض، ولاحظت إنها خست وحست إن وشها بقى نحيف، فعملت عملية حقن دهون، والعملية فشلت لما حصل تلوث، والتلوث ده كان ممكن إن هو يصيبها بتسمم ويؤدي لوفاتها، وكان لازم المادة دي تخرج من الجسم، ودي أول حادثة. سافرت لفرنسا وكان الدكتور عايز يشوفها بعد 2 شهر، بس ظروفها المادية وفقا للي هي صرحت بيه وقالت ما كانتش تسمح ظروف المادية، ورشحولي هنا دكتور الناس بتجيله من أوروبا، وعملت هنا اللي الدكتور في فرنسا كان عايز يعمله، بس عملته على 2 مراحل لأنه من كتر الضرر كان لازم أعملها على 2. وقالت إنها أعلنت بنفسها عن عمليات التجميل اللي عملتها ومحدش كان ممكن يعرف لولا إني رفعت قضايا، مش عشاني، عشان محدش
تاني يتضرر. وكمان عمليات التجميل شوهت صورتها ووشها برغم انها كانت جميلة قبل العملية، وقالت ان اللي حصل عقاب من ربنا وعشان كده حسيت بالندم واستغفرت ربي. اما العملية التانية اللي عملتها فهي عملية تجميل الانف، لكن الفنانة وقعت ضحية طبيب غير محترف كان هيقضي على حياتها، وانفها باظت وعانت من ضيق التنفس وصرفت على ترميم انفها حوالي 30,000 دولار. الفنانة نوال الزغبي حلمت بمظهر أفضل، لكن اكتشفت أن قراراتها الجريئة ممكن أنها تنهي حياتها. اتكلمت بصراحة عن ندمها على عمليات التجميل اللي كانت في النهاية فاشلة، وقالت أنها ما كانتش محتاجة لعمليات، لكن صاحبتها أقنعتها لما فضلت تزن عليها ولعبت في دماغها، وأكدت أنها ما كانتش محتاجة عمليات وبتتمتع بجمال طبيعي ودلوقتي شكلها اختلف. وقالت لما كنت في 20 من عمري ما كانش شكلي كده، لأن لكل مرحلة طبيعة نضجها. وأكدت سبب فشل عمليات التجميل، المادة اللي اتحقنت بيها كان في مشكلة. الفنانة إليسا قالت إنها في فترة من الفترات ما كانتش قادرة تبص في المراية وتشوف شكلها بعد ما عمليات التجميل خلت شكلها شكل هي مش عايزاه، وقالت بقيت حزينة على نفسي وعلى اللي أنا عملته في نفسي، وقررت إن أروح أشيل كل اللي أنا عملته علشان أبص على اللي أنا بحبه في المراية. قررت إنها مش هتعمل عمليات تجميل تاني بعد ما كانت بتقول إنها بتظهر طول الوقت على التلفزيون وعمليات التجميل شيء أساسي، وبررت ده وقتها قالت لأنك ساعات بتحب تظهر في أفضل صورة ممكن تشوفها لملامحك، والأمر ده حصل معايا واستخدمت الفيلر أكتر من مرة علشان أحس بالرضا. ويمكن عملية التجميل الأشهر اللي احنا كلنا عارفينها عن إليسا هي اللي أثرت على شكل بقها اللي بيظهر بوضوح في شفايفها. آخر حد معنا في الفيديو ده هي الفنانة سعاد نصر. سعاد كانت ملامحها جميلة وشخصيتها جميلة وروحها مرحة. في 2006 دخلت أوضة العمليات علشان تعمل عملية شفط دهون. دكتور التخدير اداها جرعة زيادة. دخلت سعاد في غيبوبة لمدة سنة ما فقتش منها إلا حوالي 5 دقايق في وجود جوزها جنبها وبنتها فيروز. قالت على وصيتها إنها تدفن بسرعة ويفضل قرايبها ساعة جنب قبرها يدعو لها، ودخلت بعدها في غيبوبة تاني لحد ما توفت في 5 يناير 2007. قبل دخول سعاد المستشفى شافت حلم اتحقق بوفاتها. بعد ما ماتت صرح الشيخ سيد حمدي مفسر الأحلام إن سعاد اتصلت بيه قبل دخولها المستشفى بيوم تسأله عن حلم شافته، وقالت له إنها شافت شبشبها وهو بيقع منها والدها المتوفى بيرجعه لها، وبعدين خدها الأوضة ضيقة وقالت له عاوزاك توسع الأوضة. وقتها الشيخ قال لها إن الشبشب بيرمز للمشي، وإذا وقع دي علامة على الوقوع في ورطة أو مصيبة عاجلة، والأوضة الضيقة هي القبر، وتوسعها بيجي بالتوبة والتقرب إلى الله. فردت عليه بحسب كلام الشيخ أنا ناوية أغير مسار حياتي وأبدأ حياة جديدة لأني بحب القرآن ورسوله. وأكد الشيخ إن مرات أخوها هويدة وبنتها فيروز شاهدين على الواقعة دي. كده يبقى وصلنا للنهاية، وأكتر كلمة تكررت على لسان الشخصيات اللي احنا جبناها كلمة الندم، كلمة بتتكرر على لسان كل واحد تقريبا بيعمل عملية تجميل فاشلة. الندم هي وصف لشعور بياكل الإنسان أكل، والندم من عمليات التجميل ندم متجدد في كل مرة بيبص على نفسه في المراية. تجارب المشاهير اللي في الفيديو تخلي الواحد يفكر مرتين ثلاثة قبل ما يسلم نفسه لمشرط دكتور التجميل، وده يخلي الواحد يسأل سؤال: هل الجري وراء الجمال يستاهل المخاطرة دي؟ خصوصا ان الفيديو ده عرض عدد قليل جدا من الحالات الفاشلة وعدد محدود جدا من الناس. لك ان تتخيل ان في السنين الاخيرة في زيادة كبيرة جدا في الشكاوي المتقدمة ضد عمليات التجميل ودكاترة عمليات التجميل، وده بيوضح ان عدد الناس اللي اتضررت من العمليات دي زاد بنسبة 50%. السجلات كمان في المراكز الطبية بتشير إن في حالات كتير محتاجة تصحيح طبي بعد ما واجهوا مشاكل نتيجة العمليات دي.
النسبة دي مش بسيطة وبتعكس حجم المشكلة اللي بيواجهها الناس بعد العمليات. مع زيادة الشكاوي لازم نبص على التكلفة اللي بتترتب على عمليات التصحيح. تكاليف الجراحة التصحيحية بسبب الفشل في العمليات الأصلية ممكن تكون كبيرة جدا، يعني بتتراوح ما بين $5,000 و$15,000 على حسب نوع العملية والمشاكل اللي حصلت. وده خلى حوالي 40% من الناس اللي تم استطلاع آرائهم يشوفوا إن المخاطرة كبيرة وممكن تكون أكبر من الفوائد. حلقة النهاردة خلاص خلصت، شكرا ليكم، أشوفكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة.